فالحمد لله انا ما بعملش صفقات ولا رجعت على الشاشة عشان اهاجم الاهلي، لان جمهور الاهلي فوق دماغي وسندني، ولا يمكن ان انا اهاجم جمهور الاهلي مهما كان. والحمد لله جمهور الزمالك جمهور محترم، ودلوقتي بندي الزمالك حقه وبنعترف بكل مرة ان جمهور الزمالك يستحق مننا كل الخير، وبعتذر لجمهور الزمالك دايما عن اي شيء زعلهم مني اي حاجة. احنا صفحة جديدة مع الكل، لكن انا لا حد رجعني على الشاشة ولا عملت صفقات مع حد، والحمد لله ده واضح جدا للناس، وربنا سبحانه وتعالى نصرني والحمد لله، وانا اؤكد على ذلك من خلال دردشة الجمعة.